معكم سيد، واليوم يا جماعة راح يكون عندنا مقطع جديد من لعبة روبلوكس. اليوم في حلقتنا هذه راح يكون عندنا يا اخوان ماب مطعم البيتزا، راح نفتح لنا ان شاء الله مطعم بيتزا وبنحاول نحن نخليه يكون افضل مطعم موجود في العالم. فاذا تحبون هذا النوع من المقاطع لايكاتكم يا جماعة، اذا تبون نسوي هالسلسلة بعد خلنا نشوف اذا كان الدعم كبير راح اسوي لكم ان شاء الله سلسلة ونزل لكم باذن الله حلقة اخرى من المود هذا. فبسم الله الرحمن الرحيم خلينا نبتدي يا جماعة. طبعا الماب او المكان هذا فتحته وهذا الروم فتحته حق الاسيال عشان يدخلون معانا ويشوفون ايش راح نسوي. فيلا بسم الله الرحمن الرحيم خلينا نبدا يا جماعه في المحل حقنا. طبعا اتوقع انه تغير الماب بشكل كامل، فراح يكون شنو هذا بالضبط؟ ما ادري شنو نختار. اوكي اخترنا نجمه، بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي خلاص، هذا المحل المفروض او هذا المكان المفروض حقي. فنبتدي نبني بدايه المبنى. اوكي هذا الجهاز راح يسوي البيتزا، او هذا المكان هو اللي راح يسوي لنا ان شاء الله البيتزا في البدايه. كبدايه انا راح اضطر اني اسوي كل شيء بنفسي، عرفت يا جماعه؟ فيلا بسم الله الرحمن الرحيم نبتدي نبني اول شيء. اوكي لازم 150 دقيقه، من وين نجيب فلوس؟ الفلوس من وين نجيبها؟ ما اتذكر، اتوقع نروح وناخذ البيتزا يا جماعه، لازم نضغط على البيتزا ونحصل لنا فلوس. اوكي يا جماعه ليتس جو، يلا يا جماعه ليتس جو على طول. خلينا نحاول نحن نشيل كل الاشياء اللي موجوده. تمام، كم الحين صار عندنا؟ تقريبا صار عندنا 400. ال 400 هذه نقدر نحن نبني فيها الشيء اللي موجود هني. دقائق، اتوقع ان الجماعه عندهم مطاعم، خلينا نسالهم اذا عندهم مطاعم ممكن اشوف المطاعم حقتهم بعد شوي. الفلوس حقتنا مكتوبه هني تحت 250 حاليا. تمام، خلينا نحاول نجمع شويه فلوس زياده. 75. اوكي شوفوا الحين سعر الفلوس صار اعلى من السابق. تمام، الحين سعر الفلوس صار جدا طيب. فالحين صار عندي تقريبا 500. ال 500 هذه بقدر ابني فيها الشيء اللي بنيناه الحين. الحين احنا قاعدين نحاول نحن نسوي مثل ما انتم تشوفون، كل ما اشترينا شيء من الدوائر هذه احنا قاعدين نحط نكهه على البيتزا. فالبيتزا الحين اتوقع انه صار فيها طماطم، لاحظوا فيها نقدر نقول كاتشب او طماطم، يعني شيء كذي عرفتون؟ يعني كانت قبل ما فيها، فلاحظوا اول شيء يصير فيها الظاهر جبن والظاهر وبعدها يصير طماطم. فهذه الفكره حاليا. فالحين اللي راح تجينا بالطماطم راح يكون سعرها اغلى بكثير. لاحظوا اللي بالطماطم صار سعرها 100 دولار. ال 100 دولار هذه بتسرع علينا موضوعنا بشكل كبير. فالحين صارت فلوسه تقريبا 725. نقدر ان احنا نشتري الشيء اللي بعده. شنو الشيء اللي بعده؟ خلينا نشوف مع بعض. الشيء اللي بعده لونه اخضر، خلينا نشوف مع بعض شنو هذا الشيء. هذا جبن. اوكي هذا يا جماعه هو الجبن. اوكي الحين نقدر ان احنا نرجع مره ثانيه هني وناخذ الاشياء. خلينا نشوف الحين الشيء الجديد اللي صار يجينا اللي هو طماطم وبعدها او نقدر نقول صلصه وبعدها الجبن صارت تجيب لنا 125 دولار، حلو مبلغ كبير تقريبا. فا اوكي في واحد دخل غني يا جماعه فراس دخل غني عندنا 9000 دولار، عندنا فلوس كثيره. بس انا الحين توني كبدايه بالي، واكتبوا لي تحت هل تبون نشتري بفلوس اللعبه الفلوس الحقيقيه طبعا، ولا تبون نشتري بالفلوس اللي داخل بس ما نشتري اي شيء بفلوس حقيقيه عشان نقدر نحن مثلا نخلي مثلا السلسله تكون يعني طويله وما ما فيها نقدر نقول ان نسرع على نفسنا. اكتبوا لي تحت الشيء اللي تشوفوه راح نسويه باذن الله. هنجمع زياده. اوكي الجماعه طبعا واقفين ايش قاعد يسوون فوق الاكل حقي لا يصيرهم تسمم الناس. زين نجيب هذا ونقدر نشتري 125. الحين كم صار عندي؟ صار عندي 1500. لا محتاجين اكثر. اقدر ما اقدر اخذ من هني، لازم اكون من هني عشان اقدر اني اسحب الفلوس. ترى عرفتوا يا جماعه؟ فالحين كم فلوسنا؟ 1900، باقي شوي ويصير عندنا 2000. بعد ال 2000 بقدر اني ابني هذه. تمام الحين 2000 نبني هذه. هذا الجهاز اظن انه راح يسرع علينا الشغل. تسريع الشغل معناته ان احنا دقيقه الحين نقدر نبتدي نبني يا جماعه، نقدر نبتدي نبني. بس انا احس منطقيا كبدايه المفروض اني اخلص اول شيء موضوع تجميع الفلوس، ولا ايش رايكم؟ اوكي دقيقه خلينا نبدا نبني اول جدار. الجدار الامامي للمطعم حقنا، هذا اول شيء سويناه هو الجدار الامامي. تمام الحين خلينا نسحب الفلوس، نشيل البيتزا، ناخذ فلوس. تمام لا 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 يا صاحبي لا تدفعني. اوكي عشان نقدر نحن نشتغل بشكل ممتاز. كم الحين صار عندنا؟ صار عندنا حاليا تقريبا 800 دولار. 800 دولار نقدر من خلال نحن نسوي الارضيه، فنسوي الارضيه على طول للمطعم حقنا. فبدينا الحين نسوي الاساسيات حقت المطعم وهذا شيء ممتاز. هني الاشياء ب 600، هني بدت الاشياء تصير غاليه شوي، بدت تصير علينا غاليه. فخلنا نجمع 125، صار عندي 1000. هل في شيء ب 1000؟ في شيء ب 600، في شيء ب 600. فنجيني نشتري الشيء اللي ب 600، هذا ب 600 يا جماعه فاشتريناه. تمام 400 الاشياء الرخيصه الحين، بس خلينا نخلص الاشياء الرخيصه. مع ان المفروض اني اجمع حق ال 4000، بس احس صعبه الحين كبدايه. وتدرون المفروض اني اجمع 4000 لان
لأن يا أخوان يعني أو بسم الله الرحمن الرحيم إيش فيك مت؟ ألو ألو عسى ما شر ما أدري مات إنزين ما علينا. أنا أحس كبداية المفروض هذا بيسوي تيربو ترى، أحس كبداية المفروض نخلص موضوع الجهاز هذا، لأن هذا الجهاز هو اللي بيخلينا إن شاء الله إن إحنا نسرع موضوع الفلوس حقتنا. الحين كم عندنا؟ عندنا 1300، إحنا محتاجين إلى 4000، قربنا الأربعة، قربنا الألفين، قربنا الألفين خلاص بسيطة 1800، وهذه بعد شوي يا صاحبي. اوكي مو قادر اشيل الفلوس او مو قادر اشيل البيتزا بالاصح. الو هي معلقه ولا شنو؟ هي معلقه. او انا ايش دخلني داخل؟ انا ايش دخلني داخل؟ ما اعرف. هاي البيتزا ما اقدر نشيلها للاسف، ما علي مو مشكله. الحين صار عندي 2000 2300، ما راح اشتري ولا شيء من الاشياء اللي موجوده هنا لين اشتري اول شيء التيربو حق التسريع. فراح يسوي راح اتوقع انه يسرع علينا البيتزا بشكل كبير، او يمكن يسرع علينا موضوع ان البيتزا كيف تستوي، يمكن تستوي بشكل اسرع. اوكي علقت. افا بارت الاشياء تعلق. لا بنجمع فلوس بليز، تجميع الفلوس عندي بطيء ما ادري. شوفوا انا الشيء بس الوحيد اللي اتمنى اني انا اشتري، يعني خلينا نشوف دقيقه، خلينا نشوف مع بعض شنو موجود في الشوب. الاشياء هاي موجوده في الشوب. في عندنا مثلا تقدر تشتري فلوس، تقدر تصير في اي بي. انا احس يعني المفروض انها تصير في اي بي يعني، بس الفي اي بي راح تحصل بوست في الفلوس، فالفلوس حقتي اللي اخذها راح تصير اسرع شوي، يعني بدل ما احصل مثلا 100 راح احصل 200. عرفتوا يا جماعه؟ الحين قربنا احنا خلاص، الحين صار عندنا 3600، يعني باقي بعد كم واحده بس ونقدر نشتري التيربو، وبعدها خلاص فلوسنا راح تصير او البيتزا اللي راح تجينا راح تكون اسرع. في المستقبل راح اقدر اني اوظف لي شخص هني هو اللي يشيل البيتزا. عرفتوا يا جماعه؟ الحين صار عندي 4000، فاذا نشتري هذه فالحين صار المفروض انه يكون الحين مطور اللي بعده ب 6000. اوكي فالحين الحين الحين اللي راح اسويه المفروض شوفوا الحين راح تجينا المفروض اسرع. وين يا حبيبي؟ ما في لا سرعه ولا في شيء. عندي حاليا كم عندي؟ عندي 300، ما 300 ما اسوي ولا شيء. ثلاثة. انا اشتريت على انه يسرع، انا ما اشوف شيء سريع، اشوف بطيء جدا. يلا ها كم عندي؟ عندي 700. ليتس جو، خلينا نشوف مع بعض. يلا على طول. اوكي كم الحين؟ اوكي الجماعه عندهم فلوس كثيره، ترى اللي معاي في السيرفر كلهم معاهم فلوس كثيره. طبعا قلت لهم ان كل واحد يشتغل على المحل حقه، لان بعد شوي راح نجي نشوف. زين هذا 800، سوينا الحين المكان اللي موجود هنا، تمام؟ انا افضل ان احنا نجيب شخص يشيل بدالي، انا افضل هذا الشيء، بس بنشوف مع بعض اذا ممكن نحن نسوي هذا الشيء ولا. ب 1200 خلنا نسوي هذه. ما يمدي. اوكي سوينا. بفلوس حقيقيه؟ لا مو فلوس. اوكي هذا يا جماعه اللي موجود هنا اللي راح نجيبه هني راح يشيل لنا البيتزا بدالي، بدل ما انا اجي واشيل بنفسي راح يجي خلاص يشيل بنفسه. وبعدها راح نبتدي ان احنا نخترع انواع للبيتزا، فلازم نشتري مكونات للبيتزا عشان نقدر نسوي هذا الشيء. فالحين ايش راح اسوي؟ راح اجمع تقريبا 2500، محتاج 2500 دولار كامله، لا اكثر، اكثر من 2500. المهم راح ندفع المبلغ هذا الحين، بس دقائق خلينا نحاول. الحين عندي 1700، لازم احاول اوصل للمبلغ هذا، وبعدها راح نشتري ان شاء الله الشخص اللي يشيل البيتزا، هو بعدها بيسهل علينا الموضوع، بعدها فلوسنا راح تزيد بدون ما احنا نحس، لان انا ما قاعد اشيل خلاص، راح اكون بدون ما اشيل، فبيضبط معنا الوضع. عرفتوا؟ يلا كم فلوسي؟ 1900 حاليا، خلاص قربنا باقي شوي ونخلص موضوع تجميع البيتزا. تالي اذا سوينا البيتزا اللي هني راح ان شاء الله نحصل لنا في بيتزا، اصلا في بيتزا جبن حاليا. اوكي بس دقائق خلينا نخلص الحين موضوعنا هذا. يلا اوكي ولازم نحط كراسي واشياء مثل هذه. الحين كم فلوسنا؟ 1600 خلاص اشترينا الحين الشخص اللي جمع لنا البيتزا. لاحظوا الحين الفلوس حقتنا راح تزيد لحالها، وهذا افضل شيء ممكن يصير الحين عندنا. الخطوه اللي بعدها لازم نجيب 1500، محتاجين كراسي. الكراسي هذه عشان يجونا ناس الحين يدخلون المطعم ويجلسون على الكراسي هذه، مع انه صح ان المكان، عارف المكان لحد الحين يعني مرتب، بس عادي خلي المكان الحين مرتب، بس المهم هذا. يلا عادي يا حبيبي اسرع ترى، يعني انا شغلتك عشان تكون سريع. بليز اقدر اساعده؟ اقدر اساعده شوي. اوكي صاروا اسرع، بس خلينا نشوف في شيء نطور الجهه الثانيه، ما ادري في شيء. لا شوف هني ينزل جبن، بعدها او لا هني تنزل عجينه وتتحول للشيء اللي احنا قاعدين نشوفه. كم فلوسي؟ 1400 1500 تمام. 1500 بدات تزيد شوي الاشياء. اشتري هذه، تمام اشتريناها. الطاولات هذه
الحين نقدر نشتري منيو 1800. لا خلي المنيو على جنب الحين، خلينا نحاول نحن نجيب 6000 دولار. 6000 دولار بتسرع لنا الشيء هذا اكثر واكثر. المفروض يعني المفروض انها راح تدبل، بس ما ادري كيف راح تدبل يعني، بنشوف مع بعض الحين. المهم لازم اجيب 6000. طبعا 6000 صعبه شوي حاليا. ف هل بيجونا؟ اوكي بدأوا يجونا ناس. اوكي طبعا ما في عندنا البيتزا واحده، احنا عندنا بيتزا جبن بس هي الوحيده. تيك تيك يلا. ايوه ممكن. عندي اوكي عندي. هاي بيتزا جبن نسلمهم. لاحظوا نسلم هذه رقم 2 نسلمهم على طول. فقاعدين نحصل فلوس الحين. راح نصير ما نحصل فلوس منهم، نحصل منهم مجوهرات. عرفتوا يا جماعه؟ بعيبون واحده ثانيه. هاي واحده ثانيه. اوكي هاي واحده ثانيه. نحصل مجوهرات. المجوهرات هم اللي يخلونا ان احنا نشتري المكونات. عرفتوا؟ خلينا نروح الحين نشوف بس موضوع المكونات على السريع. كان في حاجه ياكل في قاعد تاكل هني. ما في كراسي. اوكي ما في كراسي مو مشكله. انزين فاحنا عندنا اكثر من محل موجود هني. المحلات هذه لهم يبيعون مكونات، فخلونا نوجه على طول المحل هذا. اول محل موجود عندنا يعني مثلا نقدر نجي خلينا نشوف المكونات الموجوده. هاي المكونات يعني مثلا نقدر نشتري مشروم، نقدر نشتري زيتون، نشتري اشياء كثيره نقدر نستخدمها. طبعا كل هاي الاشياء نقدر نشتريها بشنو؟ نقدر نشتريها بالمجوهرات. ما نشتريها بالفلوس، لا بالمجوهرات. الفلوس تشتري فيها الاشياء اللي تبني فيها، والمجوهرات تشتري فيها اللي هو الاشياء المكونات. تمام. فالحين خلونا نجي للحبيب هذا او هذيلا نسلمهم. باع واحده ثانيه بون، باع واحده ثانيه نسلمهم الثانيه. تمام. كم فلوس الحين؟ 3000. والله انا كنت اتوقعك اسرع شوي. بليز بليز يا حبيبي اسرع بليز. طيب اجي اساعدك. انا شكلي بجي اساعد يا جماعه. عندنا الحين 4000، قربنا لل 6000. ال 6000 هي اتوقع الانطلاقه الحقيقيه لنا. بعد ال 6000 ببتدي شوي اشتغل على المحل انه يكون ان شاء الله افضل ويكون اجمل يعني بالنسبه لنا. اي شخص وصل لهذا الوقت بالمقطع لا تنسى انك تضغط زر لايك عشان ننزل لكم ان شاء الله حلقات اكثر في الوقت الجاي. يا حبيبي يلا شيل شيل، قاعد طالع شيل يا حبيبي يلا شيل شيل، لا تخلي شيء. شيل 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 شيل. طيب ايوه اوكي 5000. اخر 1000 انا بقعد اساعد لانه صراحه هو بطيء. بقعد اساعد الحين بعدين بيسرع الوضع، ما بندقق على الامور بعدين في المستقبل لما نصير اغنياء ما راح ندقق على الاشياء هذه انه كم قاعد يشيل هو بطيء ولا سريع. هالاشياء ما راح ننتبه لها ان شاء الله. فشيل يلا عاد كم الحين؟ 800 900. اخر واحده هاي اخر واحده، واذا نبني هذا الشيء. بنينا على طول الشيء هذا واللي بعده ب 8000. 8000 لكن هذا راح يزيد لنا الجوده. فالمفروض كل ما زادت الجوده تزيد الفلوس، تزيد زيد الفلوس. المفروض اشوف مع اشوف الحين اشوف 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 دقيقه خليني اشيل واحده بنفسي، اشيل واحده بنفسي وبشوف. الحين عندنا 500 نقدر نبني، نقدر نبني شيء، نقدر نبني شيء. 500 نقدر نبني شيء، نقدر نبني هذا. اوكي مدخل. اوكي سوينا المدخل اللي بعده تقريبا 800. فوصلنا لهذا الوقت. الحين اتوقع اللي راح نسويه راح نروح لاي محل موجود، راح نروح لمحلات الجماعه. اوكي راح نروح لمحل كريم في البدايه. محل كريم وين يصير بالضبط؟ محل كريم، كريم وين اصلا؟ كريم هني، كريم وين؟ دقيقة نحتاج كريم. اتوقع ان محله يصير قدامنا بالضبط، اظن هذا كريم قدامنا. اوكي يلا جاينك جاينك. خلاص راح نروح اول شيء في البداية محل كريم، وتالي ممكن نروح محل شخص ثاني. خلينا نشوف مع بعض كريم. والله وش ذا البرج اللي هناك؟ والله ما اعرف، هي الظاهر من الاشياء الجديدة. فهذا محل كريم يا جماعة. محل كريم عنده هذه البيتزا السيد. حركات حركات يا جماعة، عنده بيتزا اسمها بيتزا السيد. اوكي هذا المحل طبعا عنده حاليا شخص هني موجود يشيل اشياء. خلينا نشوف مع بعض. اوكي هو تقريبا واصل لاكثر مني، ما ادري هو اكثر مني في الجهاز هذا بس. زين خلينا نشوف مع بعض المحل، المحل بشكل عام كيف صاير. طبعا عنده طلبات. ما في طابق ثاني. اوكي ما في طابق ثاني، فالمحل مثل ما تشوفون اوكي يعني قاعد يحاول يبني وجدا جدا رهيب. اذا خلينا نقيم المحل على الشيء اللي مسوينا 10 من 10 يا حبايبي. هذا مقطع بشكل كامل، اتمنى عجبكم المقطع. كلكم ضغطوا زر لايك، اكتبوا لي تحت تبون اسويها سلسله ننزل لكم كل مثلا 4 5 ايام حلقه. اكتبوا لي تحت اذا شفت حماس. باذن الله ننزل لكم حلقه اخرى. نشوفكم على خير ان شاء الله في مقاطع اخرى. مع السلامه. اللايك امره مهم، طقه ولا تهتم، من ضمن جيشنا الخرافي اللي يقال عنه فخم، يسيطر على امم. هذا جيشنا يا عم، والاسيار اسطوره تتناقل على كل فم. اشتراكك تنضم وهذه اسهل وسيله، قناه للصغار والكبار وتعتبر جميله. تقدر تشترك في لحظه تراهي ما هي حيله.